هلا حبايبي، بتمنى الكل يكون بخير. بتمنى الكل يكون بخير. اليوم راح نعمل توقعات برج السرطان. حبايبي بحبكم كثير. راح نعمل توقعات برج السرطان في المال والعاطفة والصحة لشهر 7. مرحبا بالناس الجدد والقدامى، واللي جديد يعمل يضغط على زر الاشتراك حبيبي، واللي قديم يعني في قناتي مرحبا يضغط على زر الاعجاب. مرحبا بك، وبحب الكل، بحبكم كلكم. اوكي حبيبي، هلا راح ناخد اوراق العاطفة لبرج السرطان. العاطفة. اوكي حبيبي، عم شوف طاقتكم يا حبيبي برج السرطان. عم شوف يعني طاقتكم في الطاقة الحالية، عم بتفكروا كتير بصراحة، عم بتفكروا انكم توصلوا للاستقرار، يعني سعادة يعني في العاطفة وكل شيء. بدكم شيء يعني شيء عدالة تتحقق معاكم، او انكم انتو في طاقتكم ما بدكم تقولوا صراحة بس ما انكم قادرين، يعني بتحسوا كأنكم مو قادرين تقولوا صراحة لهالانسان او لهاي الانسانة. اوكي حبايبي، عم شوف كمان كأنه بيستنى يعني الحظ بيلعب معك، وانك تتواصل او حدا يراسلك او حدا يراسلك. فهمت علي حبايبي؟ فهمت علي؟ كمان بحسكم يعني بصراحة حبايبي، يعني بشوفكم بتستنوا عدالة، بتستنوا يعني حدا يجي ويحكي معاكم، كمان بتستنوا انسان يجي يحكي معاكم، تستنوا رسالة من شخص ما. بدكم تتركوا كل شي بس مالكم قادرين. بتحسوا كأنكم متربطين، يمكن عندك تعلق جسدي أو سحر. أوكي حبايبي، في العاطفة هاي الأوراق يعني بحس كأنك يعني متشبت بشخص ما، كأنك انت متشبت بشخص ما، بس هذا الانسان مو متشبت بيك، كأنت متشبت بيه. ممكن تكون القراءة كمان عكسية، بحيث كأنك انت دايما بتقدم المسامحة، بتقدم اعتذار، دائما انت اللي بتبادر، دائما انت اللي تعمل كل شي يعني، بس ما بتحس كأنك بتتقدر من هذا الانسان. هذا الانسان ما بيقدرك، ما بيعطيك واحد كأنه قيمة، أو زي ما بتعامله زي ما بيعاملك، إنه أنت بتعامل لا أنت بتعامله بالحلو بس هو بيرد لك بالوحش بعض الأحيان، مو دايما، بعض الأحيان حبايبي. بس أنت بتحب هذا الشخص، كمان هو بيحبك. تستنى يعني تستنى أنت يعني فعقلك هلا بتقولي انك بدك تحكي، بدك تقول صح، رغم ان الصراحة جارحة بشوي، بس بتحس كأنك مو مضلع، يعني ما قادر تختار اذا بتحكي او تسكت. بدك توازن امورك، ما بحسك يعني بتوازن امورك في هذه الطاقة الحالية حبايبي. بحس كأنك زعلان، متضايق، بدك توصل لانتصار. ان شاء الله الشمس راح توضح لك برج سرطان، راح يوضح لك شيء. بس حسه كأنك انت بدك ترتاح، لازم ترتاح شوي يا برج السرطان. عم حسه كأنك بتعطي
وما بت يعني بتعطي بتعطي بتعطي، بس كأنك ما بتاخذ ولا شيء، بتاخذ بس وجع القلب والحزن انتوا علي حبيبي. ممكن كمان القراءة تكون عكسي، اذا انتوا كنتوا عاملين هيك في الشريك او هو عمل فيكم، فهمتوا علي حبيبي؟ يعني بصراحة بشوف، بس بشوف يعني بشوف يعني رح يتفك كل هيدا الشي. بشوفك كمان يا اما انت بتراقب شخص او شخص بيراقبك على السوشيال ميديا. اوكي حبيبي، راح اخد كمان طاقة، احاول يعني نطلع طاقة الكروت كثير، بحاول كمان يعني نطلع طاقات اخرى يعني المرتبطين. طاقات المرتبطين يعني بشوف يعني اكثر الابراج يعني متساعلين مع بعض الحبايب، ليش ما بعرف. اوكي يا حبايب، اوكي ممكن يكون هذا الانسان من برج الجوزاء. او من طاقة هوائية. اوكي. اوكي. اوكي 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 حبيبي. يعني المرتبطين عم شوف صراحة يعني الحبيب حيصارحك بشي، او انت راح تصارح بالنسبة للمرتبطين، او انت راح تصارح الحبيب، فهمتوا علي حبايبي؟ يعني صراحة راح تتقال، بس هيدا الانسان اللي انت في علاقة معه هو روحك، ويعني ممكن تكون توأم روح او توأم شعلة حبايبي. كمان يعني بشوف صراحة راح توضح، كمان صراحة راح توضح، وراح تطلع مع هذا الحبيب، لاني ما بشوف يعني راح اشوفكم، يعني بشوفكم راح تتواصلوا وراح تقربوا من بعضكم اكثر من الاول، يعني فهمتوا علي حبيبي؟ بس خدوا بالكم طلع كمان قلت الزواج، ممكن انت بتفكر زواج او حبيبك بيفكر في الزواج. كمان حبيبي بشوف يعني خدوا بالكم من شخص، ما لو يعني يكون بده يسرق من عندكم اما حبيبكم او يسرقكم انتو من حبيبكم، فهمتوا علي؟ ردوا بالكم يعني من سرقة، ممكن هذا بده يسرق حبيبك او هيك شي يعني. اوكي يا حبيبي، هلا راح ننتقل عفوا راح اقول لكم ابراج طاقات هوائية. هوائية برج الجدي. برج الدلو. طاقات نارية. طاقات ترابية. طاقات ترابية كثيرة. اوكي رح نشوف كمان طاقات طلعت منها. طاقات نارية. طاقات برج الميزان. برج الجوزاء. اوكي حبيبي، هلا برج الثلاث منهم. هلا راح نشوف الحياة راح نشوف الحياة المالية. اوكي حبيبي، راح ننتقل لحياة المالية. للحياة المالية بس في حبيبي، راح انزل اخذ الورق. حبيبي
كمان هذا الورق كان طالع عندنا، كمان هالورق. اوكي حبيبي، اوكي. من الناحية المالية يعني بصراحة عم شوف انكم حاملين اشياء فوق طاقتكم، انتوا علي حبايبي كأنكم حاملين اشياء فوق طاقتكم. كمان يعني عم شوف كمان يعني بصراحة عم شوف انكم حاملين اشياء فوق طاقتكم زي هيك. وكمان يعني بس رح توصلوا استقرار، هالشهر عندكم استقرار مادي، ممكن يجيكم عرض او انكم فهمتوا علي حبيبي، رح يجيكم استقرار مادي هالشهر، رح يكون عندكم استقرار مادي. بس 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 حبايبي خدوا بالكم من شخص ما يريد يسرق منك شيء. طلعت كمان في العاطفة هاي الورقة، طلعت كمان في المال، يعني بتأكد لنا انه حدا ينصب عليك هالشهر. رد بالك من اي شخص، يعني خد بالك يعني من اي شخص حواليك، ما تصدق يعني ما تصدق ولا حدا. اوكي حبايبي، بس بحس هذا الانسان يعني اللي بده يسرق من عندك شيء راح يعني عم شوفه راح تعرفه، يعني راح يصير لك واضح هذا الانسان. بحسه كانك يعني بدك تتزوج، كمان طلع لي كارت الزواج، او انت راح تقدم عرض زواج او راح يجيك عرض زواج. اوكي حبايبي، كمان بشوف انك لو كنت حامل هموم وعم تفكر كثير هالشهر راح يسترح، يعني دماغك راح يسترح من التفكير وكثرة التفكير. وزي ما قلت لك يعني في الاول راح تحس باستقرار مادي، وراح تجيك فرصة على طبق من ذهب زي ما بنقول، وراح يجيك فرصة، يعني فرصة راح تكون حلوة من الناحية المادية. عم شوفك يعني هالشهر محتاج، يعني محتاج يعني انبهك من انه شخص ما رح يسرق من عندك شيء، لانك انت اصلا متمسك بمالك واخد بالك من كل شيء، وهالشهر لازم تكون هيك. اوكي حبايبي، لازم تكونوا هيك، لازم نكون يعني واخدين بالنا من اي شخص، لانه اذا ما اخذنا بالنا رح ننكسر، يعني راح ننكسر وراح يسرق من عندنا شيء. فهمتوا علي حبايبي؟ وشو كمان طلعت؟ طاقة ترابية وطاقة نارية. اوكي حبايبي، وشوي شوي مو كتير يعني طاقة هوائية. رح توصلوا للسعادة، بس ما تبقوا يعني تفكروا وتبقوا يعني، هذا كمان برج العذراء، ما تبقوا يعني تفكروا يعني كتير يعني تفكروا وتخمموا وهيك هيدا الأشياء، لأنكم رح توصلوا لتحقيق السعادة. فهمتوا علي حبايبي؟ أوكي، هلأ رح نروح، هلا حبيبي راح نروح للصحة، راح نشوف كمان الصحة شو أحوال الصحة. اوكي حبيبي راح نشوف الصحة شو أحوال الصحة وهيك. اوكي حبيبي راح نشوف الصحة. وقعت كمان ورقة، شو يعني بصراحة هالورقة، بصراحة هالورقة طلعت كمان عندي، يعني بدي أتأكد لنا، يعني بدي أتأكد إنه في شي راح يصير سرقة من عندك. خد بالك راح أكررها لك ممكن المرة الرابعة والثالثة، يعني خد بالك يا برج السرطان، خد بالك من حدا
بده يسرق من عندك شيء، طالع عليك كمان في الصحة وفي العاطفة هيدا الكرت تكرر معك كتير، ما بعرف ليش، ما بس يعني بده يأكد لنا شيء. خد بالك يا برج السرطان، خد بالك حبايبي، خدوا بالكم، يعني ما بعرف ليش بطلع كمان في الصحة. خد بالك خد بالك صراحة، رح نترك هذا الكرت على جنب ورح ناخد كروت تاني، بس هذا الكرت راه طلع لكم كمان، ما بعرف ليش. اوكي حبايبي، اوكي، كمان طلع برج الجوزاء. اوكي يا حبيبي، يعني بصراحة الكروت بتنصحكم انكم تشتغلوا، ما تشتغلوا كتير بصراحة، بتنصحكم انكم ما تشتغلوا كتير بهالورق، قد يعني طلعوا لي رح اخذهم كأنهم نصيحة. اوكي، بتقول لك يعني بحس كأنك تشتغل يعني فوق طاقتك، حاول ترتاح، حاول تهدى شوي، حاول ما يعني ما تشتغل فوق طاقتك حبيبي برج الجو، برج السرطان حبيبي، ما تطوا فوق طاقتكم. ويعني حاولوا تبعدوا يعني عن التجمعات الكثيرة، يعني بصراحة ابعدوا عن اي تجمع، ابعدوا عنه لانه ما راح يكون في صالحكم بهالايام، فهمتوا علي حبيبي؟ من ناحية الصحة كمان حاولوا انكم ترتاحوا شوي، فهمتوا علي؟ ما تفكروا بطاقة، يعني بشوفكم كمان تفكيركم مسيطر عليه، يعني الطاقات السلبية، يعني الطاقات السلبية كتير، بحس كأنه طاقات سلبية كتير، بتفكروا بطريقة سلبية في كل شي، يعني بتفكروا بطاقة سلبية حبايبي بصراحة، فهمتوا علي؟ حاولوا يعني توازنوا أموركم، حاولوا حاولوا تختاروا الشي اللي يريحكم نفسيا، اختاروا، ما تخسروا شي راح يأذيكم من بعد. بصراحة بشوف كأنه عندكم طاقات سلبية، ويعني بعدوا، حاولوا يعني تبعدوا عن يعني عن التجمع وهيك، التجمعات الكثيرة والناس وهيك، بس أنا بعرف إن برج السرطان يعني هادئ وما بيحب مثل هالأجواء. أوكي حبايبي، هالشي اللي طلع لي يعني ما طلع لي شي خطير بصراحة في الصحة، نصيحة يعني اللي هي بدها تطلع، نصيحة اللي هي بدها تطلع، خد بالك من شخص بده يسرق من عندك شي، بده يسرق من عندك شي، ولا هذا الإنسان اللي بده يسرق منك شي، بده يسرق منك شي يعني شي عرض عمل، ويخليك انت جالس وعم تتحسر، جالس ما عم تعمل شي، فهمت علي حبيبي؟ يعني حاول تبعد عن الشخص اللي راح يسرق من عندك شي، وخد بالك من اي شخص، يعني لسه بأكد لك يا، خد بالك من اي شخص، اي شخص خد بالك منه، من شان ما يسرق من عندك شي، من شان ما تدخل في مرحلة الاكتئاب. اوكي حبيبي، هاي قراءتكم، راح هنا راح تكون القراءة خلصت، بحبكم حبايبي كتير، بتمنى لكم الشهر يكون حلو كتير، اكتبوا لي في الكومنت اذا القراءة مشت.